مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة أحدث صيحات الموضة العالمية والأفكار والنصائح الرائعة والجيدة في الموضة على قناة أربي فاشن موديل. مع تقديم لكم موديلات ونماذج فساتين صيفية وغيرها الكثير المقاسات الكبيرة، وأيضا نقدم نصائح وأفكار جيدة في الموضة للمساعدة على الحصول على إطلالة لك مناسبة وأنيقة أكثر. أفكار وأسهل طرق لتنظيف الأحذية القطيفة والشمواة. الطريقة البسيطة اليومية لتنظيف أحذية القطيفة والشمواة: قومي بمسح الأحذية القطيفة والمشواة بقطع قماش ناعمة كي تنفضي ما عليه من أطربة، أو يمكنك استخدام فرشاة الأحذية الناعمة لتبعدي عن أي أطربة أو غبار عالق. أيضا للتخلص من بقع الأحذية القطيفة والشمواة: إذا وجدت أي بقع على حذائك القطيفة فعليك أخذ رغوي بفرشاة أسنان ناعمة وابدأي بفرك الجزء الذي يقع به الرمال، حيث حاولي قدر الإمكان أن يكون الحذاء جافا، أي تعاملي فقط في الحذاء الجزء المتسخ واتركيه بعد ذلك حتى يجف.